أول شيء مبروك. الله يسعدك. أول شيء مبروك. السلام عليكم. أول شيء مبروك على رمضان مبارك سعيد علينا وعليك على جميع المسلمين أجمعين. بصحة السلامة وجميع المتمرد إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أول شيء مبروك على الشعب المغربي والأمة الإسلامية والله ينصر سنة والله يطول عمره. عواش مبروكة. السلام عليكم. عواش مبروكة. مدينة سنة هذيك مبروك العواشر الشعب المغربي والأسرة الملكية عيسى محمد السادس نصره الله. عواش مبروكة. السلام عليكم. من هذا المنبر هذا عواش مبروكة للشعب المغربي كاملين وجميع الأمة الإسلامية. الله يدخلوا بالصحة والسلامة. كنتمنى إن شاء الله شهر رمضان شهر الغفران ربي يوقف معنا ويوقف مع جميع الشباب المغربي. شهر رمضان الله يدخلوا على كل واحد مباركم سعود. وتتمنى بنادم كل واحد يتمنى يدوس ليه في خير ومزيان. وتتمنى الخير أي واحد من المسلمين. ورمضان راعتنا أحسن حاجة فوقيت رمضان مزيان وكل شيء. تتمنى الخير وفي البركة وأي حاجة. وسيدي ربي راه أي حاجة يغفر لي الله في هذا رمضان. السلام عليكم جميع المغاربة. كنتمنى لكم عواشر مباركة ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم باش ما تمنيتوش ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه واللي في الحبس الله يطلق سراحه والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا. كنتمنى ان شاء الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر ونكونوا خوت وحباب ان شاء الله. وكنتمنى من الشباب ما يديرش ديك القضية ديال تقطعت اولا نصومو صايمين لله ماشي للعبد. وكنصومو باش ربي يستجب لينا ويعفو علينا ويغفر لينا. وكنتمنى ان شاء الله طول العمر للجميع.